senza mani. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة والسلامة. وهذا الفيديو تلقاكم 5 اكلات في جيجم كالعادة، فيديو جديدة من الفيديوهات اللي كتعجبكم اللي هما البيسات ديال الشئين. وهاد المرة جيتكم بالبيسات ديال الخريف اللي ان شاء الله بزاف منكم غادي يعجبوهم. سيرتو غادي نحاول انني يعني كل حاجة غادي نلبسها لكم بجوج شكل، يعني غنلبسها اللي كيلبسوا الكساوي ولا غنلبسها اللي كيلبسوا الصايات ولا السراول. المهم غادي ندير ما في جهدي ان شاء الله باش نصور لكم، حتى واخا واحد بشي وحدين ما عرفتش كيفاش غنسقهم، ان شاء الله غادي يكون خير وغادي يعجبكم. مي قبل ما نبدا لكم لا فيديو كالعاده ما تنساوش لايك، التعليقات ديالكم الزوينه، بارطاجيو لا فيديو مع حبابكم باش ان شاء الله يوصل الفيديو للجميع. ونقطه مهمه اللي غادي نقول لكم، البنات بزاف كيسولوني اختي اين لا طايخ ديتي اختي شحال فيك، يعني كنلقى هاد التعليقات وهذا يدل انكم ما كتفرجوش الفيديو كامل. هاد العلومات البنات ديما كنقولها في الفيديو ديال شيئين، انا فيها 1.70 وكنوزن 64 كيلو بين 62 و 64 هذا فاش كنبقى نلعب، دونك هاد المعلومات ديما تنقولها ما كاينلاش. داكشي علاش مرات صراحه ما كنجاوبش عليها في الكومونتير، حيت كنقول مع راسي انا عطيت واحد الوقت كبير وواحد المجهود وباش ندير المونتاج وكلشي، يعني باش انت تقدر تفرج في الفيديو وبلا ما تعاودي تسوليني السؤال اللي ديجا كاين في الفيديو، دونك راه كاين في الفيديو، الا ما كاينش نقدر نجاوبكم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاينين الاخوات تيقولوا لي اختي اين طايخ ديتي ولا اختي بشحال الثمن ديالهم. الثمن البنات وكلشي انا ماشي انا اللي كنبيعهم، دونك غادي تلقاو ديما في السيت يقدر يكون هاد الثمن هاد النهار اللي غدي لكم بروموسيون تاخذوها رخص، فهمتوا كيفاش؟ المهم شي شعر كطير هنايا، دونك ردوا البال لا فيديو عفاكم، ما تبقاوش تنقذوا بزاف باش هكا نتوما تستافدوا، وفي نفس الوقت انايا نكون فرحانه بانكم يعني شفتوا لا فيديو اكسيتيرا بلا ما نبقى نعاودوا الاسئله المتكرره في لي ميساج. المهم هذا ديما كنبغي نقولها لكم وكنسى. بزاف كيسولوني عاوتاني على واش واش شيئين كتخلصوا عليها الديوانه في اوروبا. لا ما غاديش تخلصوا عليها، حيت انا ما كنخلص على دابا حتى حاجه، وماشي غير انا بزاف الناس اللي كيدوموندي وما كيخلصوا عليها حتى حاجه، وحتى النقطه راه قلتها في الفيديو اللي قبل ديال شيئين سالينا. اوكي المهم شوف المهم في هذا الفيديو ان شاء الله كما قلت لكم غندير لكم البيسات ديال الخريف اللي غادي يعجبكم بزاف، اللي غادي يكونوا الامهات اللي كيخدموا، غادي يكونوا البنات اللي كيمشيو يقراو، غادي يكونوا المهم يعني غادي يكونوا كيناسبوا جميع الاعمار تقريبا سيرتو بلا سراول، سيرتو اللي فيهم الكساوي. المهم الناس اللي ما كيلبسوش السراول يقدروا ينسخوا بالكساوي، واللي كيلبسوا السراول والكساوي بجوج غيديروهم بجوج باش هكا يعني في مونطو واحد مثلا تلبسي على شحال من شكل الى اخره. غادي نحاول ندير لكم شي حاجه زوينه، و ما عليكم غير تشجعوني وبارطاجيوني تفعلوا شويه لقدام، وانا راه محتاجينكم شويه الله يرحمكم والدين هادشي. المهم جميع التفاصيل ديال البيسات غتلقاوهم صندوق الوصف. صندوق الوصف اشنو هو؟ هو داك هنايا في كيكون العنوان ديال لا فيديو مثلا، في كتلقاو لنا كاتبه تنسيقات شيئين ولا بحال هكا، كاين واحد السهم هكا لتحت غير هكا نصف مثلث ولا مثلث ما كاملش، غتكليكي عليه غيخرج لكم صندوق الوصف، تما غتلقاو كتابه زرقاء. هذوك الكتابه الزرقاء هذاك هو المواقع ديالهم، يعني داك هو اللي الرابط ديال الحوايج. الحمد لله شفتوا الحوايج كيديروا لي حساسيه. المهم هذاك الشيء الكتابه الزرقاء هذيك هي الرابط ديال اي لبسه. دونك انا كنكتب لكم مثلا هاد اللبسه قليب القليب اش كيعني اللون قريب يعني اللون ديال هذاك الشيء، اش كنلعب دوك القلبه تما مساكن تعديت عليهم غتكليكي عليهم غتدخلوا، وغادي تلقاو حتى هذا الكود برومو. بزاف كيسولوني في الانستغرام كيفاش نديرو كود برومو، كنعطيهم فيديو ديالي اللي كندرت شحال هادي. ايوا الحمد لله عاوتاني شفتو باش نصورو فيديو نشبعو الحساسيه نديرو كلشي. المهم غادي تلقاو الكود برومو، وديما كان اللي كيسولوني في الانستغرام كنعطيهم لا فيديو ديالي اللي كنت ديجا صاوبت شحال هادي في البدايه ديالي ديال اليوتيوب ديال كيفاش تقداو من شيئين. دابا هاد لا فيديو هادي ديال شيئين كيفاش تقداو حتى غنحطها لكم، غادي نحاول باش ما ننساش ان شاء الله ما ننساش هاد المره. كل فيديو ديال شيئين حطيتو غنحط لكم فيديو الرابط ديال القناه زعما الرابط ديال الفيديو اللي كيفاش تقدروا تشريو من شيئين. اوكي تفاهمنا. قبل ما نبداو انستغرام ديالي هنا، دخلوا عندي مرحبا بكم، ما تبخلوش عليا لان شي سؤال اللي بغات تهضر شي حاجه مرحبا بها. والكود برومو ديالي
غنخلي لكم هنا كالعاده ديما غنخلي لكم هنا مكتوب وغادي نخلي لكم صندوق الوصف اللي ديكم البنات بالنسبه للبسات غادي لبس غادي نوريكم هنايا وغايبان لكم هنا وفي نفس الوقت في الاخر ديال الفيديو دونك ما تفوتوا حتى حاجه غادي نلبسهم لكم بطريقه اخرى دونك غادي تشوفوهم هنا ملبوسين في شكل وفي الاخر ديال الفيديو غنحط لكم الاوتفيت بعده طرق باش هكا تقدروا تاخذوا فكره ماشي ضروري كاع تشريو هاد الحوايج يعني تقدروا يكون عندكم نتوما مونطو وتاخذوا فكره كيفاش تلبسوه بزاف ديال الطرق وصافي وصافي كثرت عليكم الهضره ولكن كاينو شي نقاط خصنا نتفاهموا بيناتنا ونوضحوها المهم هادشي اللي كاين يلا دابا غندوز لكم اللبسات ديالي اللي غادي يحمقوكم يلا الوغ اول حاجه غادي نبدا لكم بها هما لي مونطو اللي دابا ديال الخريف خفاف اللي كيتلبسوا هما ماشي سخونين يعني سخونين ضروري تلبسوا التريكوات من التحت مي هذا هو الهدف يعني تلبسوا التريكو سخون وكتلبسوا مونطو خفيف من الفوق باش ما تصهدوش بزاف انا اول حاجه غنبدا لكم بهذا اللي كيجي على هذا الشكل كيجي بحال الشكل ديال الكسيوه ملي الدين كيجي هكا المهم كالعاده غادي نكحز لهاد الجهه باش نبين لكم اللبسه هنايا دونك ليكم كيجي هكا فيه سطيفات من هنا طويل حتى لتحت غادي تشوفوا هنايا كيبان باش يبان لكم كيفاش بالنسبه للطاي خديت لطاي ام لطاي ديالي اللي كنلبس جاني هو هذاك ستيل ديالو شي حاجه كلاس يعني فن 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 وكتجي معاه السمطه ديالو اللي كتجي على هذا الشكل المهم انا غالبا السماطي كاع ما كنستعملهم كاع الحوايج اللي عندي السماطي ديالهم مليوحين فوالا هذا هي المونطو الاول غندوز لكم المونطو الثاني اللي كنقدر اللي كنظن ما غاديش يعجبكم حيت انا براسي صراحه يعني في هذا فاش كنت اختاريته غير تجرأت عليه حيت يقدر يعجب الناس اخرين كما قلت لكم ديما انا كنحاول ندير شي حاجه اللي واخا ما عجبتنيش بزاف كنقول غادي ناخذها وصراحه في الاخر كتعجبني ملي كنناسقها وكنشوف عجباتني وكنشوف بزاف منكم عجباتهم صافي كنقول اه المهم راه ما شريتيش على والو ممكن هذا المونطو هذا اللي فيه هذا الاورانج هكا لون خريفي اكسيتيرا المهم هادو كلهم لي مونطو ديال الخريف ومن اللور داير على هذا الشكل شفتوا ومن هنا فيه واحد الفتحه من اللور فيه هاد الفتحه هذه صراحه هاد الفتحه هي اللي درونجاتني شويه مي بون غادي نشوفوا ليه حتى هو شي حل فوالا هنايا فيه هنايا الجيب من هنا المهم فيه هاد اللون خريفي فيه هاد البيج هذا فيه شويه هنا هاد الكاميل خفيف غادي نلبسو لكم وغيعجبكم سيرتو البنات ديال الجامعه وداكشي شي حاجه مستيليه وكلاسيه فوالا غادي نحمقكم وكاين من بعدها المهم من بعد كاين هاد المونطو هذا اللي حتى هو ماشي هذا ماشي مونطو انا ضيخه كاين هاد لاشوميز هادي اللي كتجي نص نص المهم نصها ابيض شفتوا هنايا نص فيه هاد الكروات هادو راكم عارفين في الخريف تيكونوا بزاف بحال هاد الستيل هاد الكروات تيكونوا خارجين وفي البرد دونك قالك شي حاجه خديته وفي هاد النص اخر ابيض كتجي فيه هاد اللعيبه هادي هكا باش كتشديها المهم غاديش تبان لكم مزيان بحال هكا ولكن هنايا دابا كنهضر لكم على لا كاليتي ديالها لا كاليتي زوينه صراحه فنه شي حاجه مستيليه شي حاجه صراحه البنات هاد القميجه كوما كانش فيها هذا غتكون زوينه شوفوا دونك هكا احسن زوينه ولكن هادو اللي داروا ليها ما جاوا في الوسط ما جاوا لتحت دونك فريمون ديرون جاوني دونك كنفضلها هكا مطلقه احسن مي بون هادي ما ننصحكمش بها ما غاديش تعجبكم يا زوينه هكا ولكن هادو ما نقدرش نقطعهم حيتاش غادي تخسر القميجه مفار ديما كيعجبني ناخذ شي حاجه اللي يعني كتلبسي شي ستيل كيكون مختلف شويه ماشي كلشي لابس بحالك وحتى هي طويله البنات بالنسبه للطول البنات فيه متر وسبعين الناس اللي قصر مني هاد الحوايج كلشي وريتكم دابا غيوصل لكم حتى الارض مليون في المئه اللي فيها متر وخمسة وستين ولا متر وسبعة وستين لتحت نقولوا كاع حنا متر وتنين وستين لتحت راه غادي يجيكم هادشي هابط لتحت اللي فيها متر وسبعين نقدر نقول لكم المونطو الاول غيجيكم طويل ولكن بحال هادي غيخصها شويه يعني ضروري خصك تلبس السروال من التحت فهمتوا المهم انا حاولت ناخذ كاع اللبسات لي طوال حتى انا تكون مرتاحه فيهم ديجا راه ديجا قلتها لكم وكاينه هاد الكسوه هادي اللي كنت لبستها ديجا في انستغرام مصاصه السيمانه اللي فاتت تشهيتها ما فيها تسنحت ندير بها فيديو قلت غادي نلبسها وبزاف منكم قالوا صيفطي لنا اللين صيفطي لنا اللين صيفطوا لشي وحدين صراحه وشي وحدين واقيلا نسيتهم والله ما حقرت واش صيفطت ولا ما صيفطتش المهم نتسناو نسدها باش نوريها لكم مزيان هذيك سوا زوينه انا نوريكم حاجه اللي معجبتنيش فيها وصافي هذيك سوا الستيل ديالها فن مخير زوين شوف كيفاش كتجي
من التحت كتجي مفضفضة. هنايا داير على هاد الشكل، فيها هاد جوج خيوطه من هنا، شفتوا؟ الا لاحظتوا انا نوريكم بلاتي، تشوفوا شحال يبان لكم من القدام. هنايا ما غاديش يبان لكم في الكاميرا، وحتى في السيت ما غاديش يبان لكم، داكشي اش بغيت نوريه لكم. ها هيكون هكا، شفتوا هنا هاد الخيط هذا؟ المهم شفتوا هنايا هاد الخيط هذا هنا، هادي راه واحد الباندا، يعني واحد الباندا كتجي هكا. الناس اللي عندهم الكرش ما كنصحكمش بها، علاش؟ حيت غادي فريمون غتخرج كرشكم، غتخرج في هذاك، حيت دابا شنو داروا هما؟ داروا خيط خيط يعني زيروه، كيجي هكا داير بحال الا مقسم زعما الفوق على التحت، فهمتوا شنو بغيت نقصد؟ دونك الناس اللي عندها الكرش ما كنصحكمش بهذاك الشيء، ما تشربهاش. الناس اللي ما عندهمش كريشه وضعاف وداك الشيء غادي يكون زوينه ومسانتريه وزوينه وكل شيء، ولكن انا صراحه في الاختدام ما كنتش عارفه دايره هكاك، يعني حتى وصلتني هي جات الحمد لله ما عنديش كريشه، ولكن كوميم ديرونجاني شويه. دونك كنقول لكم غير كانت مطلوقه، كيعجبني شحال تكون مطلوقه النيشان، يعني ما تبينش ليا هنايا بوحدو، عاد تقسمات عاد ثاني لتحت مطلوق، هادشي بغيت نقصد. دونك الناس اللي عندهم الكريشه ما كنصحكوش بهادي، انا ما سوقيش تمشيو تشريوها تقولوا لي لا، راه قلتها في الفيديو، شهدوا عليهم الناس اللي غيمشيو يجريوها. المهم هادي زوينه، الالوان ديالها فني، الخضر وداكشي الوان خريفيه، فيها الاورانج، فيها يعني الوان فن ديالها. من الناس اللي عندهم الكرش ما كنصحكمش بها. بالنسبه للطي خديت لطي ام، اللي عندها الكريشه وبغات تاخذها تاخذ لطي ال، انا قلت لكم باش تجيكم هي هذه. كاينه الكسوه واحده اخرى اللي هي هذه، حتى هي فن صراحه، هذه زوينه، هذه المكرش اللي ما مكرش كلشي يشريها. هذه حتى هي كتجي في هذا الاحمر هذا، فيها شويه هذا الزرق، شفتوا كتجي على هذا الشكل طويله حتى لتحت. الناس اللي طوال غتجيكم هي هذيك حتى للارض، الالوان ديالها زوينه خريفيه، يعني تلبسوها فيها البوردو، فيها الاحمر، فيها داك الزرق هكا باستيل ولا ما عرفت سميتو، المهم بلوز ديال فيها شويه الكاميل. دونك هذه غتجي مع البوت، غتجي واعره، شي حاجه بيرفكت مانيفيك. المهم هذه حمقاتني، حتى هذيك صراحه حمقاتني، يعني انا ما عنديش مشكل، ولكن غير قلت لكم يعني ديك الباندا خسروا بها شويه. ومن بعد كاين هاد السراول هادو، اللي شحال هادي كنت قلت لكم انا من عشاق السراول ديال الجين، تيكونوا شويه واسعين ولا بوي فريند، بوي فريند هما دوك السراول يعني كيكونوا واسعين ومن تحت كيطوا شويه، هما هادو. مكنحملش لبس السراول تجي مزيه، عرفتي شحال عندي لي السراول هكا ما بقاش كنلبسهم بزاف، يعني غير عند في الضروري لبس شي حاجه طويله وخصني شي حاجه مجموعه من تحت كنلبسهم وصافي. المهم سروال جين بوي فريند تلبسو ليكم غيبان ليكم سامبل، الكاليتي ديالو زوينه، لا طاي بالنسبه لي انا اللي كنلبس ام خديت نيت ام، هاري ليكم يعني خديت لا طاي ديالي اللي كنلبس، جاتني هي هذيك، خديت فيه جوج، ديجا لبس الكحل المهم خديت فيه الكحل وخديت فيه الزرق، هادو خديتهم على قبل راكم عارفين دابا البرد جاي وداكشي، لبسو تلبسيه هو باش زوين هاد البوي فريند، تلبسي مع لي بوت مع السبرديله مع بزاف د الحاجات كيجي في ستيل ديالو زوين. كيبقى لك انت غير الفوق كيفاش لبستيه، واش لبستي لي بوت غتلبسي شي حاجه كلاس، لبستي السبرديله كتجي حاجه سبور، المهم غتكون حاجه. البنات بالنسبه للحوايج كاينين هاد اللبسه هادي اللي خديت لبنتي صراحه فنه، لبستها ليها وعجباتها وحتى انا عجبتني فيها، اللي هي هادي كتجي قميجه، هي كتجي اونصومبل كتباع هكا السات، كتجي قويميجه بحال هكا. دابا راه رجعوا ثاني هادو لاموت، انا عندي وحده بحالها قلت باش نديرو انا وياها ان شاء الله ماتشي ماتشي. المهم كاينه هاد القويميجه هكا معها الشورت ديالها ديال الكوير، شفتوا. بالنسبه للطاي البنات خديت ليها انا 9 سنين، يعني خديت ليها 134 و هي 9 سنين بالنسبه للامريكان لاطاي، وبالنسبه لاوروبا 134، حيت انا بنتي تبارك الله راه طويله يعني جبهات لينا في الطول وعريضه، دونك كتلبس اكثر من لاج ديالها لا شوميز. المهم كلشي 9 سنين حيت هي اصلا كتباع الست، وخديت ليها هذا مونطو اللي حتى هو ديال الخريف، غير هو ما عندوش لي يدين، يعني كتخرج يديك غير من هنا، فهمتوا؟ هذا الصراحه ما ننصحكمش بيه الوليدات الا غادي باش تعمل المدرسه، غير الا غتخرجي معاهم باش نتي تعاونيهم يحيدوا، حيت سينو كيديرونجي شويه. وعاد انا خديته شويه كبير، كان عليا صراحه ناخذ ليها في هذا خديت لها 128، خديت لها 128 اللي هو 8 سنين، كان عليا ناخذ لها واقيلا غير 6 سنين 7 سنين، يعني اللاج ديالها نيت، حيت ديجا هو واسع ومن حيت جا كبير، دونك هذوك اللي يدين ما جاوش هنا، جاو هنا شويه لتحت جاها صعيب. المهم هذا غادي نلبسو غير الا خرجت معاه انا باش
تصورها بيك ستيغا مي بون ماشي باش تمشي بيهم المدرسه حيت غادي يبرزطها. فوالا كان هادو هما الحويجات. دابا غندوز لكم السبيبطه. بالنسبه للسبيبطه تاع البنات هنايا خديت هذا ديال بنتي، ديما كتقول لي بغيت بوط بحال هذا، داك العام شفتو المهم هذا كيجي طويل، دابا غيبان لكم شويه في الشكل ولكن راه في اللبس جاه واعر صراحه زوين، لا كاليتي ديالو زوينه حتى هي ديال البرد يعني ما كيزلق ما والو. نحلو لكم من الداخل دير هكا. بالنسبه للطاي خديت ليها خديتها 33، اصلا كتلبس 33 خديت لها 33، تقدروا تزيدوا طاي وحده. دابا انا هذا جاها هو هذاك، مي الا بغيتي تلبس 13 غلاض يعني في البرد حسن تزيدوا الطاي، يعني كتلبس 33 خذوا الطاي كبر. وهذا ديال بنيتي هي اللي اختاراته بعدا، يعني حتى هاد الحوايج اللي وريتكم هي اللي اختاراتهم، كنوريها قالت لي بغيت هادي وريتها صباط قالت لي بغيت هذا، دونك هي اختارت الراس هذاك الشيء اللي بغات خديتو ليها. فوالا وكاين بعدا راه كيجيو بحال هكا الصبط كاملين ديال الشيئين كيجيو في الكرتون مغلفين اكسترا، دونك مزيان عندهم داك الشيء هو هذا. وكاين هاد هادي اللي اختارها ولدي، صراحه انا ما عنديش مع هاد الطرالالا بزاف ولكن هو قال لك بغيت هادي حيت شاف اختو اختارت قال لك حتى انا غنختار، المهم اختار هاد التبرديل هادي ما بيهاش زوينه في اللبس جاتو زوينه شتو على السميله غليظه في هاد الالوان ديال الدريسار سامبل وصافي. المهم هو ما خداش الحوايج قال لك ما بغيتش انا بغيت هاد التبرديله صافي خديت ليه هاد التبرديله. قلبت هادي دابا غنبقى لبسها لي غير هنا الا خبشينا غير غير هنا يلعب اكسترا ماشي مشكل تكرفص. ومن بعد كاين السبيبطه ديالي انا كاين هذا اللي حمقني واعر 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 عرفتي راه ما نعاودش لكم شل عكر شل عكر. المهم قلت لكم كاين هذا واعر من هنا كيجي الجلد ومن هنا كيجي الدان، الستيل ديالو حمقني طالون كما كنقول لكم انا ما كنلبسش طالون طويل ولا رقيق، دونك خديت هذا سامبل مربع دونك ما يعجبنيش في هذا في المشيه. بالنسبه للطاي ديال هذا القهوي خديت 41 حيت انا خاص الطول ديال رجلي انا فاش عبرت عندي 25، دونك الا غادي نمشي نشري شي صباط ديما سنتيم شوفوا شحال فيه، شوفوا رجليكم شحال فيها باش تشوفوا شحال من سنتيم. انا الا خديت 40 كانت فيه غير 24 سنتيم، جاني صغير جيني صغير بيان سور، دونك 25 سنتيم كانت في النمره 41 جاني هو هذاك النيشان. وكاين البوت الثاني اللي هو هذا في البياض كيجي حتى هو هكا بوانتي من القدام نفس ستيل ديال الطالون. لاطاي خديت فيها 40 حيت هو كما قلت لكم راه دابا هادشي هو اللي كننصحكم به دائما وكنوصيكم عليه في الشيئين، راه ماشي ديما غادي تجيك 40 وديما تجيك 41 39، خاص تعبري رجليك شحال فيها من سنتيم من الراس من القند ديال الراس الكبير حتى اللور ديال رجليك يعني حتى القدم غتشوفي داك الطول شحال فيه. انا عندي 25 دونك كنبقى نشوف ديما ملي كنقلك على 40 كنشوف شحال فيها، كنقلك على 41 كنشوف شحال فيها، بحال في هذا في 40 عطاني 25 سنتيم في رجلي هادي وجاني هو هذاك. فوالا المهم هذا بوتس في البيض واعر ستيلي، راكم عارفين دابا الخريف جاي تبغي تلبسي تبقى ديك سيتيغا مع الليبا ولا. المهم فوالا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين بارك عليكم تبارك عليا انا ماشي نتوما. مازال 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 نسيت واحد الحاجه وكاين حاجه اخرى اللي نسيتها اللي هما هاد الطفيرات هادو. المهم خصكم تشوفوني ما كنكبرش الطفار ما فهمت راكم عارفين مع الصاله وديك سيتيغا ما كنصبغهمش كنعكس حيت كل مره خصك تمسحي هاك سيتيغا، دونك صافي ولفت بحال هكا. ولكن مره مره كنبغي نشوف يدياتي فيهم الطفيرات ولا غندير شي تصويرها ولا شي حاجه شي فيديوهات اكسيتيرا، دونك اشنو درت اختاريت هاد الفار هادو سيختو هادو واعرين البنات هادو انا غنوري لكم عتي واعرين ستيل. دابا هاد ستيل هو اللي خارج دابا لامود دوك تيكون الدفار اللي فيهم بزاف ديال الالوان. بالنسبه للدفارات بعدا راه كيجيو على هاد الشكل يعني ما كتلصقهمش بالكولا باش كتطغي كتحيديهم. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm.
Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I stay dead, baby, you'll get sick of being alone. Stay out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.